سلط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت بالأمس الأحد، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت. وقالت وكالة نوفا الإيطالية أن عشرات الآلاف من الناخبين توافدوا مبكرا أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فاقت التوقعات. الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لمصادر فقد دخل 5 ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية، مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014، وهو العام الذي تم رصد فيه دخول 104 مليون ناخب فقط أو 1.4 مليون ناخب فقط. وبحسب مذكرة رسمية تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس سلسلة شكاوى بشأن بطء عملية التصويت في بعض اللجان بسبب الإقبال الكبير. كما أشادت وكالة أنسا الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول في الانتخابات، وقالت في تقرير لها أن الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية وأطواق مشددة من الجيش والشرطة، والتي ميزت اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية في مصر.